هو اللواء عمر سليمان كان مستخبي فين الفترة اللي فاتت دي كلها؟ طيب ليه قرر يظهر دلوقتي قبل الانتخابات الرئاسية؟ وإيه حكاية الفيديوهات المنتشرة للجنرال دي كلها؟ تعالوا نقول لكم إيه القصة في خمسة بالعربي. من فينا ينسى الخطاب الشهير اللي قاله نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر سليمان واللي أعلن فيه تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك عن الحكم؟ خطاب وقتها كان بيجسد النفوذ الكبير اللي بيتمتع بيه عمر سليمان في المشهد السياسي المصري، واللي لأ ما الراجل كان في منصب رئيس المخابرات العامة وبعدها تولى منصب نائب الرئيس لفترة وجيزة قبل ما يخرجوا هما الاثنين من الحكم بعد التنحي. مع ذلك كان لعمر سليمان دور سياسي كبير جدا بعدها، وده تمثل في ترشح الانتخابات الرئاسة اللي اتعملت سنة 2012، وده قبل ما يرحل عن عالمنا في نفس السنة برضو. رحيل عمر سليمان عن عالمنا ما كانش كافي علشان تنتهي القصص عنه ولا الأخبار المتعلقة بيه، واللي بمرور الوقت أخدت بعد أسطوري زي اللي في الأفلام والروايات كده، حتى تلاقي في ناس بتأكد وبتقول إن عمر سليمان ما رحلش عن عالمنا ولا حاجة، وإنما لسه عايش ومستخبي في مكان ما مستني ساعة الصفر علشان يظهر مرة تانية للناس. مش بس كده، ده في ناس تانية بيأكدوا وحلفوا بأغلظ الأيمانات إنهم شافوه أكتر من مرة. في واحد منهم قال إن هو شافه في فرح واحد من المقربين لجنرال، وناس تانية قالوا إن هما شافوه في مدن زي باريس كده. طبعاً مع خفة ظل المصريين الموضوع أخد طابع كوميدي في الكلام عنه، زي اللي بيقولوا عمر سليمان الله يرحمه يديله الصحة. مع بدء الاهتمام الشعبي والإعلامي بالانتخابات الرئاسية المهمة اللي هتشهدها مصر في الشهور اللي جاية، ما كانش ينفع الموضوع يعدي كده من غير ما يظهر كلام يربط الموضوع ده باللواء عمر سليمان. الناس اللي كانت بتحلف انها شافته في الافراح والشوارع رجعوا يحلفوا تاني ان هو راجع للساحة السياسية من تاني وهيظهر للناس في الفترة اللي جاية، وان اللواء عمر سليمان الايام دي بيرتب لظهوره بلقاءات مع الشخصيات السياسية ومع انصاره ومؤيديه علشان يظهر هو والوفد المؤيد ليه. قالوا كمان انه لما يظهر هيكون اول مرشح في الانتخابات الرئاسية اللي جاية علشان يقلب الطاولة على كل المرشحين التانيين، خصوصا ان هو كان بيحظى بدعم وتأييد كبير جدا من المصريين قبل ما يرحل عن عالمنا في سنة 2012. عموما مهما كان مدى صحة الكلام ده، فالأمر الأكيد هيفضل إن مصر هتحصل فيها انتخابات مهمة في الشهور اللي جاية، وإن اللواء عمر سليمان عايش فعلا حاليا، لكنه عايش في فيديوهات الذكاء الاصطناعي اللي بقى يقدر يحول الصور الساكنة لرسومات متحركة وناطقة كمان، وهي دي الفيديوهات المنتشرة عن الجنرال واللي البعض صدقها وقال إن اللواء عمر سليمان راجع وهيشارك في الانتخابات الرئاسية اللي جاية. دلوقتي تفتكر ان عمر سليمان هيترشح لوحده في الانتخابات اللي جاية ولا حسني مبارك هيترشح معاه؟